انتوا بتتكلموا على 7 تريليون جنيه، وشايفين ان المبلغ ده مبلغ كبير قوي اتصرف خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا في بناء او في انفاق على الدوله. انتوا تشوفوا كده 7 تريليون دول يساوي 350 مليون دولار تقريبا. الرقم ده في دول اقل مننا موازنتها قد الرقم ده على الاقل. احنا عايشين على 60-70 ألف كيلومتر مربع فقط، وعايزين نطلع ل 120 ألف كيلومتر مربع.